يخترق الجمال اللبناني العالمي من جديد ويحجز مكانا من ضمن 40 دولة في العالم في أهم المسابقات الجمالية. ومع الحرب الدائرة في الجنوب دخلت ابنة إحدى القرى الجنوبية من البوابة العريضة لتستعد للمنافسة. ياسمينة زيتون ابنة بلدة كفر شوبة الجنوبية المولودة في 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2002 لم تكتفي فقط بحجز مقعدها ضمن 40 متسابقة بل حققت ملكة جمال لبنان نجاحا استثنائيا في مسابقات ملكة جمال العالم ودخلت ضمن لائحة أفضل 20 مشتركة. وصلت زيتون إلى أفضل 5 مشتركات توب 5 ضمن مشروع الجمال الهادف تحت عنوان هاد تو هاد التابع للمنظمة الجمالية والذي يهدف لإشراك متباريات ملكات جمال العالم في القضايا والمخاطر التي تهدد الكوكب. أكيد هذا رسالة أمل لكل لبنانية وهذا الحفل كله كرمال شبابنا. زيتون خلال حديث صحفي أكدت أن القضية التي تعمل عليها طوال فترة انتخابها كملكة جمال خلال العامين السابقين هي الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأزمات التي يعيشها ويواجهها كثيرون في العالم العربي كالفقر والجوع ولم تنسى قضية التغير المناخي. كشفت زيتون أنها حاولت أن تكون من خلال موقعها لسان حال هؤلاء الناس الذين يعانون في لبنان والعالم العربي وهذا ربما يساعدهم بقوة لتصل إلى المرتبة 40 الأوائل وهذا لم يأتي عن عبث برأيها فهي ثابرت وتعبت كثيرا لتصل إلى هذه المرتبة. الاختبارات التي خضعت لها زيتون لم تقف هنا بل شاركت أيضا السبت الماضي في تحدي عرض الأزياء توب موديل تشالنج فنجحت في هذا التحدي وتأهلت إلى نصف النهائيات في جميع المسابقات الجمالية. يذكر أن الهند تستقبل فعاليات المسابقة من تشرين الثاني نوفمبر إلى كانون الأول ديسمبر وسيقام جزء من برنامجها في كشمير وتستعد لليوم الكبير وفق ما قالت رئيسة منظمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي أن الهند ستنظم في هذا الإطار هذه المسابقة السنوية وسلسلة من الفعاليات التي تمتد لشهر كامل.